هو سر خفي بقى، هو اعلم بيه يعني. انا عارف ان هو كان عايش بره في امريكا يعني قبل ما يجي هنا مصر، فاكيد يعني كان ليه وظيفه هناك ولا حاجه خاصه بالمواصلات. ده ممكن يكون اسقاط نفسي، وهو طفل كان بيتمنى انه يركب ترام، فدلوقتي عايز يعيش طفولته. بيحاول يثبت نجاحه في حاجه معينه محدده هي ترام. اقول لك حاجه، هو حط نقطه وركز عليها، مثلا ما يهتمش مثلا بالصحه والزباله والترام والقطر ومش عارف ايه مع بعض، لا هو بياخد حاجه لوحدها وبعدين يركز عليها يخلصها ينقل على اللي بعديها. والله الترمايه دلوقتي ولا لها اي لازمه، انا عندي لما اغليها احسن. تبص تلاقي الجاردن اللي عاملينها فوق دي بالخمسة جنيه، تلاقيها طالعه فاضيه والناس اللي تحت مسحومه، كلام مش معقول يعني. بل بالعكس، ما الترام السنتين الاخرانيين دول سائد خالص والمواعيد مش منتظمه. انه السبب ان هو كان وهو صغير يمكن كان كل واحد له هوايه، ممكن كان عاوز يطلع كومساري، عاوز يطلع سواق. الحقيقه العلاقه يعني مش واضحه خالص، ان هو بينزل في الترام اللي هي الجديده ب 5 جنيه. طبعا احنا المواطنين العاديين بنقعدوا بالساعه والساعتين على المحطه، ما فيش اي ترميات. وبعدين الترام، لو على الترام اللي انتوا عاملينها ديت ام 5 جنيه، لمين عاملينها ب 5 جنيه؟ هو احنا حبيبه؟ احنا مش حبيب. هو عمل زحمه فوق الزحمه يعني، كانت زحمه عمل اكتر يعني. ما في 5 جنيه بدل الناس بقى اصحاب المعاشات او اصحاب اللي هم يعني رومانسيين بقى، الناس اللي بيطلع فوق بقى واحد حبيبه وبتاع. وانا ما اعرفش ايه سبب العلاقه ما بينهم، بس اللي اعرفه ان هو بيسوق العلاقه اللي ما بين الترام وما بين المواطنين يعني. بخمسة جنيه، وخلى الترام العربية اللي في النص بجنيه، والعربية اللي بتاعت الحريم بنص، والعربية اللي ورا بنص، واللي في النص بجنيه. اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط تبقى بالطريقة دي، إنه يبص للترام يعمل لك كافيه ويعمل ترام بخمسة جنيه. طب ما الكافيهات مليانة، مليها في الشارع. النهارده بقت فيها مثلا، أقول لك في قهوة، بكرة بقى فيها شيشة. لا ما ينفعناش. هو ما ينفعش مدينه اسكندريه، مش عايز ده، مش قد مدينه اسكندريه. فارجو بقى من المحافظ ان هو يراعي لنا الترماي، وراعي لنا الزباله، وراعي لنا السوق كمان منايل ب 60 نيله. ايه اللي ليمون ب 15 جنيه وطماطم ب 10 جنيه باميه ب 30 جنيه، هو الناس هتاكل ايه؟ وبعدين الفراخ اليومين دول بكام؟ فيراعي وينزل الشارع ويشوف السوق ويشوف الناس عشان خاطر الناس ترضى عليه وتحبه. انما الطريقه دي احنا مش هادين عنه، يشوف لنا محافظ غيره.